طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. مع أنه إحنا على أساس حكم إسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم، ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وامان الله. اذا عندكم مروءه وعندكم انسانيه تنحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جئتوا بجنطة تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم أنتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جئتوا بجنطة تطلعون بجنطة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في حلقة هذا اليوم حول تغير المناهج العراقية الدراسية في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن، وصعوبة هذه المناهج. يعني في الأيام الأخيرة شهدت العديد من المدارس في العراق إضرابا عاما عن الدوام، تعبيرا عن رفضهم للمناهج الدراسية وتدني مستوى التعليم والخدمات في المدارس. بحسب شهود عيان فإن عددا كبيرا من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية في بغداد وعدد من المحافظات استجابوا للإضراب ولم يتوجهوا صباح يوم أمس لمدارسهم احتجاجا على صعوبة المناهج وتغييرها. طبعا معلمون وطلاب في العراق دعوا طلاب المراحل الدراسية الابتدائية والثانوية للإضراب عن الدوام للمطالبة بتحسين الواقع التعليمي. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. طبعا كذلك أظهرت لقطات مصورة جانب من إضراب طلبة المسيب في محافظة بابل تضامنا مع الدعوات التي أطلقها ناشطون احتجاجا على تردي الواقع التدريسي في العراق. خلونا نشوف كذلك هذا المقطع. كلا كلا للمناهج الدراسية. طبعا عضو لجنة التربية النيابية النائب صفاء عدنان الغانم قال بأنه لا بد من معالجة المناهج الدراسية في العراق، وأضاف بأنه يجب معالجة المناهج بالتباحث مع مديريات التربية لتصحيح الخلل الذي تتضمنه العديد منها. أشار إلى أن الإشكال ليس فقط بالمناهج بل أن هناك أبنية غير مؤهلة للتدريس أصلا. يعني معروف أنه العراق يحتاج إلى أكثر من 25 ألف مدرسة، ونشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مئات بل تصل إلى آلاف المدارس، آلاف مدارس مبنية بالطين وإحنا في عام 2018. لجنة التربية البرلمانية وصفت المناهج التدريسية في العراق بالتدميرية، هذه لجنة التربية في البرلمان. عضو اللجنة رعد المكسوسي قال بأن المناهج الحالية تدميرية وليست تعليمية.
أضاف بأن هناك مواد لا يتحملها عقل الطالب الصغير، وأشار إلى أن تواقيع جمعت في مجلس النواب واتخذت الإجراءات القانونية بهدف تغيير وتعديل المناهج الدراسية في البلاد ولكافة المراحل. النائبة السابقة شروق العبايشي تحدثت في هذا الموضوع، موضوع صعوبة المناهج الدراسية، وقالت بأن هناك تدميراً وتخريباً ممنهجاً للمؤسسة التربوية في العراق، وأوضحت بأن الهدف من تخريب المؤسسة التربوية هو تدمير قيم المجتمع العراقي الإنساني المتحضر وتشويه الأفكار حول المرأة، ولفتت إلى أن وضع البلد غير طبيعي حال دون رفع دعوى ضد وزارة التربية. طبعا هناك إحصائية تتحدث عن 1,000,000 راسب في هذه السنة. النائب رياض المسعودي تحدث عن هذه الإحصائية وقال بوجود ملفات فساد في وزارة التربية وعدم محاسبة القائمين عليها، واصفا العراق ببلد 1,000,000 راسب. النائب المسعودي قال بأن الرسوب 1,000,000 طالب يعني خسارة مجموع العائلات العراقية نحو 500 مليار دينار سنويا في حال افتراض انفاق الأسر نحو 100,000 دينار عراقي سنويا على أبنائهم. من جانبه كشف وكيل وزارة التربية السابق نهاد الجبوري عن إحصائية تخص العام الدراسي الماضي تفيد برسوب 1,400,000 طالب في مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، موضوع صعوبة المناهج، موضوع تغيير المناهج كل فترة وطباعة كتب جديدة، من يقف وراءها؟ هناك حديث عن الهدف منها هو لجني أموال صفقات فساد من وراء هذه التغييرات المتعددة في المناهج الدراسية في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن، بل هناك من ذهب بأن المنهج الدراسي يتغير بحسب مزاج الوزير وبحسب مزاج اللجنة المشرفة على طباعة المناهج الدراسية. معنا اتصال أبو الحسن من بغداد، فضل أبو الحسن. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. حيا قناتكم البطلة التي تنقل الحقائق في العراق. أهلا وسهلا بك أخي عمر. مستوى التعليم في العراق الآن من أدنى المستويات في العالم نتيجة الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال. مستوى التعليم أيضا نسبة الرتوب بالعراق أكثر من 1,000,000 شخص، وهذا ايضا راح يخلي المواطنين كلهم بالتالي يتركون المدارس وايضا يروحون للاعمال الحره، او اطفال العراق الان بداوا يبيعون بالشوارع نتيجه التعليم، بداوا يبطلون من المدارس لان يقول لك المدرسه ما تفيدني، وبالتالي قاموا يبيعون بالشوارع علاليك، وهذا اللي يبيع مخدر وهذا. فمستوى التعليم في العراق مستوى دنيء نتيجة الدروس ونتيجة المحاضرات اللي يلقوها المعلمين أو الأساتذة لعدم فهم الطلاب. نعم. وبالتالي هذا راح يدمر التعليم في العراق. تدمير التعليم في العراق هي غايتهم، لأنه حتى لا ينهض العراق بالأجيال القادمة أو الجيل الجديد لبناء العراق، وبالتالي هذول جو عملاء لكي يخدمون المشروع الأمريكي الصهيوني. نعم. على مستوى التعليم أيضا مدارس أهلية فتحوا هاي من خلال اللي موجودين بالحكم أو من خلال أعضاء البرلمان والوزراء بدأوا يفتحون جامعات حتى يجنون منها أرباح، وأيضا تدمير بهذا المجال. الإنسان الفقير من راح يجيب هذه المبالغ اللي يطلبوها بالجامعات؟ وبالتالي راح يترك الجامعة والمعهد، وأكثر الشعب العراقي راح يصير أمية وتخلف في الشعب العراقي نتيجة الحكومات اللي تحكم العراق. نعم. فهذا أيضا يولد أضافة لهذا الرشاوي اللي دا يأخذوها المدرسين والمدرسات وكل حتى الجامعات، مما يدلل أنه فشل التعليم في العراق نتيجة الحكومات اللي بعد الاحتلال. فأخي إذا ما ينهض الشعب ويثور على ذولا مستوى التعليم
راح لمستويات دنيا في العالم، وبالتالي راح يدمرون كل ما عليكم السلام كل ما بنوه العلماء والأكفاء، لأنه بدأوا حتى العلماء خارج العراق رحلوا ليش؟ لأنه نتيجة تهديد من الحكومات والميليشيات الموجودة بالعراق. شوف الأطباء غادروا، الصيادلة، علماء الزراعة، علماء الزرع، كلهم خرجوا خارج العراق نتيجة التهديد. وهذا ما يدل على أنه المشروع الصفوي، المشروع الأمريكي الصهيوني يريد ينفذه بالعراق، وبالتالي تدمير البنية التحتية وتدمير التعليم وتدمير الصحة والزراعة. زراعة الآن أخي، الزراعة الآن الفلاح ما خلوه يزرع، ماذا ينطوا المواد حتى يسد حاجة البلاد؟ تشوف هسه الاستثمارات والاستيرادات من خارج العراق أخي عمر، ولهذا يريدون يدمرون كل ما يبني العراق. وهذا عملية تدمير البنية التحتية وتدمير النفس العراقي والتدمير النفس المواطن العراقي. فهذا مشروع معروف مو بس العراق، وإنما يريدون يدمرون كل الأمة. الأمة، لأنه العراق هو جمجمة العرب، العراق هو جمجمة العرب، يريدون يدمروا العراق من خلال مشروعهم اللي الآن ينفذوه في العراق. نعم، أنا أشكرك أبو الحسن، كان معنا من العاصمة بغداد. طبعا إحنا قبل يومين فقط ذكرنا بأن هناك إحصائية من مجلس محافظة بغداد تذكر هذه الإحصائية بأن نسبة الأمية فقط في العاصمة بغداد وصلت إلى 50% في العاصمة بغداد. تكلمنا عن هذا الموضوع قبل يومين. طبعا لأهمية هذا الموضوع ولحساسية هذا الموضوع، صعوبة المناهج وتردي التعليم وتدني التعليم في العراق، هناك تقرير نستمع إلى احنا وياكم أعزائي المشاهدين حول بأن الحكومة في العراق، الحكومات المتعاقبة تقوم بتغيير المناهج خلال فترات لا تتجاوز 5 سنوات، وعادة ما تكون تلك المناهج مليئة بالأخطاء العلمية والمنهجية والمطبعية. خلونا نستمع إلى هذا التقرير ونرجع لكم. عملية تغيير المناهج الدراسية في العراق كانت جدلية لم تحسم منذ العام 2003 بسبب التوجهات الطائفية للأحزاب المتنفذة والفساد الحكومي الذي تفاقم خلال السنوات السابقة. صحيفة العرب الجديد قالت إن تلك التغييرات لم تستند للتقويم ولمعايير تطوير مشهود بسلامتها وسلامة أهدافها، إنما جاءت لتمثل أمزجة سياسية ذات فلسفات مختلفة. وهذا ما كشف عنه وزير التربية السابق محمد إقبال، الذي أكد أن المناهج الدراسية تحث على التمييز العنصري والمذهبي، لافتا إلى حجم الخلاف بين التربية والوقفين عند تغيير منهج التربية الإسلامية، ثم عاد ليلقي باللائمة على الأحزاب وميليشياتها المتغولة في لجان وزارة التربية. وبحسب الوزير نفسه، فإن تغيير المناهج الدراسية يجب أن لا يكون جملة واحدة، ولا يتم إلا بعد مرور 5 سنوات عليها، وهي مع ذلك لم تسلم من الأخطاء، فقد أقرت وزارة التربية حدوث أخطاء في مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط، إلا أنها سرعان ما بررت لك الأخطاء بأنها لا تتجاوز أن تكون مطبعية، وأخرى لتبسيط الحل، وأخرى لغوية وفنية. ضعف المخصصات المالية لوزارة التربية أدى إلى خفض مستوى طباعة المناهج إلى 50%. فقد أعلنت وزارة التربية مع بدء العام الدراسي 2016-2017 التحاق أكثر من 7 ملايين طالب وطالبة في عموم البلاد، ثم أعلنت بعدها أن تخفيض ميزانية الوزارة أدى إلى حرمان أكثر من 5 ملايين طالب من استلام الكتب. تغيير المناهج ربما يعتبر عند الكثير من المتنفذين فرصة لعقد صفقات تعود عليهم بالمبالغ الكبيرة، بينما يتراجع المستوى التعليمي لأبناء البلد لتتجاوز نسبة الرسوب 1 مليون طالب بحسب برلمانيين. نعم، استمعنا إلى هذا التقرير، تراجع في مستوى التعليم، طبع مناهج دراسية كل فترة. الوزير السابق راح نجي نتحدث عليه، وزير التربية السابق ماذا قال؟ طبعا لجنة التربية قالت بأن التغييرات التي طرأت
على المناهج الدراسية هي السبب بارتفاع نسب الرسوب وفشل النظام التربوي في العراق. اللجنة قالت بأنها شخصت الكثير من الأخطاء بعمل وزارة التربية ومديرية المناهج التربوية، وأشارت إلى أن التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية لا تتناسب مع مستوى الطالب العمري والعلمي. أوضحت اللجنة، هذه اللجنة التربية، لجنة التربية النيابية، أوضحت بأن أغلب المسائل الرياضية في مادة الرياضيات لبعض الصفوف تأتي بنتائج خاطئة وغير علمية، مما يؤكد فشل القائمين على تغيير المناهج. طبعا احنا شفنا في احد القنوات يعني العراقية عرضت استضافة لإحدى أو مدير مسؤول في وزارة التربية، وسأل المقدم أنه حللنا هذه المسألة الرياضية، ما قدر يحلها، هو ما قدر يحل المسألة الرياضية، فكيف بالطالب في الأول والثاني ابتدائي والثالث ابتدائي. طبعا وزير التربية السابق، هذه الطامة الكبرى، وزير تربية السابق محمد إقبال يقول بأن المناهج الدراسية كانت طائفية جدا وتحث على التمييز العنصري والمذهبي، واللجان يعني أضاف بأن اللجان، لجان الدوائر، سيطرت عليها يعني الأحزاب وتسببت بالإرباك، وبأن هنا بأن التغيير في المناهج يعني كبير جدا، منها مثلا التربية الإسلامية تم التدخل فيها، وكذلك الوقفين الظاهر السني والشيعي دخلوا بهذا الموضوع. يعني هو أضاف بأن تخصيصات وزارة التربية، يعني قال بأن المنهج التربية الإسلامية بالتحديد يوضع من قبل لجان مشتركة بين وزارة التربية والوقفين السني والشيعي. أضاف بأن تخصيصات وزارة التربية خفضت بشكل مخيف، ما أدى إلى طباعة المناهج بمستوى 50%، وأشار إلى أن تدريب كوادر الوزارة متوقف لعدم وجود تخصيص الميزانية الاستثمارية التي جملت لأربع سنوات. زين إذا أنت وزير تربية وما حكيت بذاك الوقت، من طلعت هسه تقول والله المناهج كان بيها يعني كانت طائفية جدا وتحث على التمييز العنصري والمذهبي. زين أنت أخلاقيا أمام الله وأمام الناس، هذا مصير جيل، أجيال كاملة، قدم استقالتك في وقتها، قول أنا أقدم استقالتي لأن هذه المناهج عنصرية وتمييزية. ليش هسه من طلعت قمت تحكي تقول والله يا محمد إقبال تقول والله المناهج كانت طائفية؟ يعني ما معقولة، والله ما معقولة. طبعا مرشح من الحزب الإسلامي محمد إقبال، زين أنت من حزب إسلامي المفروض تكون على أساس حريص على 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 مصير هؤلاء الطلاب، مو هسه من طلعت تتكلم والله كانت المناهج دراسية. زين شو اللي دخل الوقف السني والشيعي بالمناهج الدراسية؟ احنا إذا ما يبتعد أبو العمامة عن الطالب وعن التعليم، العراق ما راح يصير براسه خير. هاي مشكلة، احنا مشكلة، عندنا مشكلة متأصلة الآن منذ العام 2003 ولغاية الآن، أنه النوب هسه يقول لك على مزاج الوزير، على مزاج الوزير يتغير المنهج، منهج الدراسة. اجى وزير شيعي سوى مناهج كذا، اجى وزير سني بعدين ورا ما يطلع يقول لك والله انا ما قدرت اسوي شيء لان والله اكو لجان مسيطره واحزاب مسيطره في داخل الوزاره. ايش طلع هاي؟ مصيبه، مصيبه، كارثه في العراق. معنا اتصال ام محمد من السليمانيه، تفضل يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك قناه الرافدين وكادرها. الله محييك، اهلا وسهلا استاذ استاذ عمر. نعم. التعليم بالعراق صفر، زفت التعليم. نعم. المدارس عندنا صفر، ماكو مدرسه ثلاث شفتات، ماكو، يعني حرام حرام، وماكو دراسه، ماكو، الاطفال كل شيء ما تعرف تقرا. استاذ عمر اي طفل تقول له تعال اقرا لي يقول لك ما اعرف، حتى لو كان السادس ابتدائي ما يعرف. نعم. زين شنو الحال؟ لعد باكر عمره هو كمل مدرسه وما يعرف يقرا زين، يعني يقطع بكلامه بالقرايه. نعم. زين وين اكو صف 75 طالب بيه؟ شلون يصير؟ شلون يفهمون؟ احنا ندرس صف 28 30 10 رحلات ثلاث سراوات 30 طفل يصير بيها استاذ عمر. نعم. الصف 75 زين شلون يفتهمون؟ شلون يسمعون؟ شلون يعرفون؟ زين هاي وحده. فقره ثانيه، المدرس المعلم
يكتب ويطلع يقول لهم يلا هاي على الصبوره يلا انتم ادرسوا بين ما اجي اريدكم تحلوها زين. هو لا مو المعلم يحل لهم ويعلمهم ويقول لهم هالشكل انتم تحلون يعني شلون هم الاطفال تحل المساله استاذ عمر ما يعرفون زين. والتعليم اليوم صفر هم كلهم هو من محمد اقبال وغيره وغيره استاذ عمر هم من يطلعون يكشفون المكشوف مالتهم ما يعطون بكتها لان بها فلوس ما يعطون من يردون يطلعون من يطلعوهم الله يقولون التعليم زفت وطائفي طبعا هو طائفي استاذ عمر طبعا هم خريجين ذاك هم اكثرهم ما يعرفون هسه تخرجوا حاسبات بالتقطة مهندسة حاسبة والله تقول انا نسيت الحاسبة شلون يا بشلون نعدل وش تخرجت مهندسة زين وبجامعة الجادرية زين يعني شنو وين التعليم مالتهم ليش هسه ما حدا يعترف بالشهادة هسه الشهادة بوقت الله يرحمه أبو عدي الناس دا تعترف بها الشهادة هسه ما حدا يعترف بها أستاذ عمر عندنا بالعراق ولا دوليا هم ما حد يعترف بها زين هسه بالفلوس تعال طيني والله بابن ابني رابع إعدادي والله العظيم لي قدام 13 ورقة مال يعني تدريس تقوية بالبيت يروح يدرس المدرس نعم 13 ورقة أخذوا لي قدام من عنده يعني هاي شو يسموها وين اكو هذا الشيء ليش هو من دا يروح للمدرسة وخط يودي ويجيبه لعد المعلم شنو المدرس يعني شغله لا يقول له تعال دا درسك هاني دروس خصوصية هاي شلون دروس خصوصية ليش هالشكل كسرة ورقبة العراق العراق راح انتهى أستاذ عمر العراق منتهي ما ظل كل شيء بيه لا تعليم لا تعيين لا فلوس كل شيء ما بيه العراق هم ما جوا لا لهم لهم لازم بالتعليم ولا لهم لازم بالشعب العراقي عسى يموت عسى يغرق هم لهم لازم اجوا يبوقون وكافي بس يبوقون اجوا كل الحكومة تصير بالعراق من نوابها رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء كلها تبوك اي شخص انا اقول تبديل عام من مدير عام وكل اكون هاي تتبدل تيجي حكومه قويه تقعد هم الايده نظيفه ما يخلوه كل واحد ايده نظيفه ما يطلعوه قرايبنا اجى دا يرشح من عمان رشح دا يصير طلعوك نعم ما خلوه قالوا له انت كنت من ضمن البعثيين نجم عبد الله المحمد قالوا له من ضمن البعثيين ما نخليه كان قائد دفاع الجوي زين ليش ما تخلون واحد ايده نظيفه ليش ما تخلون واحد سبع ونشمي ويقف وقفه رجوليه للعراق ليش هاي خيرات العراق استاذ عمر وين راحت هاي الشوارع منبلطه هذا الشعب غرق كل الماء يعني الشعب العراقي غرقان بهاي الامطار ليش هيك ليش هيك تسوون بالعراق مو هذا العراق هذا العراق العراق الاول على الدول مو ثاني على الدول اول على الدول هذا العراق احنا هيك يصير بينا استاذ عمر احنا هيك يصير بينا نتبهذل احنا نقع بالهاويه استاذ عمر والله مع الاسف على هاي الحكومه والله لا يوفقهم وحسب الله ونعم الوكيل عليهم اني اشكرك اشكرك ام محمد من السليمانية كانت معنا. اعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقه ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد معنا اتصال ابو نجم من السماوات تفضل ابو نجم. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام حياك الله يا اهلا بك. الله يسلمك استاذ عمر شلونك زين؟
والله الحمد لله بخير، انت شلونك اخبارك؟ استاذ عمر انا هسه ما ادخل بهذا الموضوع، بس انا صديق البرنامج قديم، صديق البرنامج قديم. شلون هيك؟ نعم. اسمعني استاذ عمر؟ تفضل. وانا اطلب مو منك، اطلب من الشيخ ظاهر وهو بالقبر. نعم. عرفت سمعت؟ اطلب من الله ومن الشيخ ظاهر وهو بالقبر، ومن الدكتور مثنى حاله الظاهري. مساعده لبنتي على مود العمليه مال فتحه بالقلب عندها رباعيه. يعني هذه غناتي اطلب من غيرها. وهذا اكثر ما عندي، اكثر من هذا ما عندي. نعم. ان شاء الله يسمعوك. نعم. وما يقصرون وياك. نعم استاذ عمر، انا ما لحد الان ما ادخل بالموضوع هذا مال الرضال وهذا الشوكولات هذه. نعم. انا طالب من الله ومن الشيخ حاله الظاهري وهو بالقبر مالته. نعم. من الدكتور مثلا حاله الظاهري مساعدته كل شيء، يعني كل شيء متقبلها. نعم. يعني شبيها بنتك، شبيها ابو نجم. والله دكتور استاذ عمر بها فتحه بالقلب وعمليتها انت صارت غير من كل يوم يوعدوني، كل يوم يوعدوني، صارت تقريبا بالثمن تشهر ما يوعدوني. هسه هي يقولوا لي مبلغ قليل وسوي لك عمليه. نعم. ايش قد عمرها؟ يا بعد روحي. والله عمرها 3 سنوات. 3 سنوات. ايش قد طلبوا المستشفى من عندك؟ لا ان شاء الله هي الامور يعني سهلت، يعني الشيء البسيط بعد. ان شاء الله، ان شاء الله يسمعوك وما يقصرون وياك باذن الله تعالى. عاد قلبك استاذ عمر، وانا صديق قناه الرافدين من 2007 لحد الان. نعم. وهذا اطلب من الله ومنك ومن الشيخ مثلا من الدكتور مثلا حنا الغاري مساعده، كل شيء تقبلها، كل شيء تقبلها لها الطفله هاي. نعم. ان شاء الله الله يشافيها وما عادها الا العافيه ان شاء الله. أنا أشكرك أبو نجم من السماء وكلام معنا. معنا اتصال محمد جاسم من البصرة. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بيك. بنات النخوة، طبعا هذا عشان نبيكم والله العظيم ما تقصرون ويا أي واحد محتاج ويا أي واحد مريض ويا أي واحد هذا. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيب التحية إلى قناة الرب وإلى عاملين قناة الرافدين المحترمة. الله يحييك. ورحمة الله على الشيخ الدكتور حارث الظاهري المحترم غفره الله ذنبه. سلامي إلى الشيخ الدكتور مثنى حارث الظاهري البطل. نعم. عمر أنا أرد أسأل سؤال طبعا. يا ريت يعني والله بالنسبة أنت يعني شدرت من دولة محتلة من قبل أمريكا. نعم. هذا واحد. الثير محتلة من قبل إيران. أمريكا احتلت أرضنا جغرافيا وإيران احتلت العقول بعض العقول المريضة احتلتها. نعم. بالنسبة وزير التربية السابق محمد أقبال هو خراب وزارة التربية والتعليم، يعني ولما يطلع عيب عليه لما يطلع ويقول المناهج طائفية انت يشكل على انت شنو انت وزير ما شنو حاطينك. نعم. يعني البلد طبعا هو يقيم على اسس صحيحة كل بلدان العالم في كل بلد العالم هو العدل والصحة والتعليم، واحنا للأسف لان ثلاثتهم فاقديهن وما لهن وجود ميتات، يعني لا اغلاق وعدل لا صحة لا تعليم، يعني اقرأ على الدنيا سلام وهذا بلد ايش. زين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه شو يقول رفع الله في الارض العراق رفع الله في الارض وجمجمة العرب، يقصد القوة والعقل. نعم. بالنسبة للتعليم كان بالوطن العربي غالبية الناس تتعلم هنا بالعراق، كل الناس تخرجت من العراق، هذا القذافي وهذا رئيس اليمن صالح وغيره. والله العظيم كان التعليم بالسبعينات افضل من هذا التعليم الحالي، تعليم زفت. تعال شوف المدارس مالتنا هنا بالبصره دمروا العالم والله العظيم. نعم. يعلمونهم يعني حتى شغلات ما لها علاقه لا بالتعليم لا بالتربيه لا بالاسلام لا برب العالمين. نعم. دمروا الدنيا اطفالنا خلوهم وكانه مثل التايهين، يعني اكو بلد يعني عم صديق شريف انتم من رجعتونا من جابكم علينا الله ينتقم منكم ومن الاحتلال الامريكي والايراني، والله دمروا البلد ما يصير انت يا عمي اصلا انتوا هم ديروا بالكم على ناسكم بس شنو الفائده؟ للاسف احنا نعتب عليهم ودورك جايين كلهم
يقولون احنا دكاتره. يا دكاتره والله العظيم انتوا اصلا كل شيء ما تعرفون. زين انا صار اضرب لك مثل استاذ عمر. والله انا عندي زوجتي اميه ما داخله للمدرسه من السبعينات، دخلت الاميه ولحد الان تقرا وتكتب وتعلم الجهال وعلى حسب الاصول، وهي داخله مدرسه. مدرسه ما داخله تصور. وهسه ناس اكو ناس في المدارس بس للاسف هو في المدارس بس ما يعرفون. يعني تصور والله قلت مثل ما قلت ذاك اليوم جماعه واصلين المتوسطه اسولف وياه ما يعرف. يعني زين يعني ايش خلوا؟ زين هسه احنا بنطلع لنا شغله هاي مال الكتب المستورده، جايبين لنا كتب مستورده من خارج العراق ونسبه الضرائب مالتها 100%. زين شو العراق شنو ما بيه طبعات؟ يعني احنا العراقيين ما عندنا طبعات. احنا بالسبعينات كنا من جيل لجيل نعرف هذا شغلاتنا من جيل لجيل. والله العظيم لحد الان هواي اكو شغلات احنا جاي. انا في يوم من الايام اشتغلت ولا وطرت عليك دكتور عمر. اشتغلت في بيت دكتور رائد يداوم بالكليه بجامعه البصره. بال 2005 يقول والله جابوا لنا واحد استلم القسم مالتي، يقول انا دكتوراه مدير رئيس قسم. زين والله يقول حتى اعداديه ما عنده، ظل فتره دمر القسم دمره دمار. يقول اخر شيء دز علي عميد الكليه قال لي استاذ تعال ارجع للقسم هذا دمره. قلت له استاذ انا ما ارجع، يعني انت تقبل؟ قال لي العميد الكليه يعني انت تقبل انا ارجع تحت ايد واحد امي؟ والله شنو لانه من منظمه بدر. يعني انت تصور تخيل اذا هذا التعليم ما انه وصل الى هذا الحد الى هذا المستوى. يعني صار الدمج بكل مكان، ضباط دمج زين تعليم يجيب لنا اساتذه دمج. انت شايف لك بلد بالعالم يطلعون متظاهرين اساتذه ودكاتره معلمين يعني شو اقول لكم؟ عسى الله عجيب، الله امر كلش عجيب غريب يا اخي. يعني هذول للاسف راوانا شيء والله العظيم ما كنا سامعين به، وشافونا شيء ما شايفينه. نعم زين أطرت عليك أستاذ عمر رحمة لوالديك. يعني والله ما أدري شو نقول، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إن شاء الله نخلص من هاي الطغمة، إن شاء الله نخلص من هاي الطغمة الفاسدة. الله يفرج عن العراق والعراقيين. أنا أشكرك محمد جاسم البصرة كان معنا. خلونا أعزائي المشاهدين نقرأ رسائل واتساب حول موضوع المناهج الدراسية وتغييرها وصعوبة هذه المناهج. يقول أحد المرسلين السلام عليكم أخي، هذه الحكومة هدفها تدمير العراق وليس إعمار العراق وتدمير التعليم بجعل شباب وأبناء العراق متخلفين وجهلة وأميين بأمر من أسيادهم في إيران وإبقاء أهل العمائم والميليشيات في الحكم لنهب ثروات العراق وتدميره. رسالة أخرى يقول فيها أحد المرسلين يقول السلام عليكم، يقول في العراق المسؤولون شهاداتهم مزورة وطائفيون فاسدون منافقون يدعون الدين والدين منهم براء، ماذا نتوقع؟ يقول منهم غير الدمار وتخريب العراق. رسالة من أياد يقول فيها السلام عليكم، يقول هو غير إقبال خلى المناهج وضغطوا عليه الأحزاب لعد 4 سنين، وين كنت؟ هاي مقصودة من إيران وأمريكا يخلونها حتى يعم الجهل والأمية، خاف ما كفاهم الصحة دمروه والصناعة دمروها. صوت الأحزاب اللي تحكم العراق، الطالب صف أول يا دوب يعرف يقرأ ويكتب، شنو يخلون الرياضيات مالتهم صعب وكل سنة يغيرون المناهج زين؟ إذا الطالب رسب والسنة الثانية مغيرين المنهج شلون ينجح بالسنة الثانية؟ بالفعل هو العراق أنت كل شيء هم مسيطرين على العراق كله. يقول تحيات الحجية أم أياد من بغداد، تحياتنا إلها وإلك أخ أياد من العاصمة بغداد. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم، يقول مخطط العملاء واضح وممنهج لتدمير الصناعة وتدمير الزراعة وتدمير الثقافة والتراث والتاريخ، وخير دليل إزالة الكثير من النصب التاريخية والوطنية والتي ترمز إلى كيان الدولة وحضارته وثقافة الشعب. إذا تنظر إلى موضوع المناهج الدراسية يقول لم يستطيع تغيير المناهج العلمية الصرفة، ولكن تلاعبوا بمادة التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية، وهذا يدل على وجود نية مسبقة لأدلجة عقول الطلاب، وبالتالي النجاح بمخططهم الأسود الذي أسماه، إضافة إلى أن غالبية العملاء
هم أصلا لا يملكون شهادات وغير دارسين ولديهم شعور بعقدة تجاه التعليم بصورة عامة. الخائن لا يبني الخائن يهدم فقط العملاء. أحد أهدافهم استمرار تداول المفردات الطائفية مثل الشيعي والسني، لكن تزدهر تجارتهم ويسوقون بضاعتهم الفاسدة. وآسف على الإطالة، شكرا أخي على هذه الرسالة. رسالة أخرى يقول فيها أخي عمر: لا زال الحديث عن المناهج الدراسية التدريسية على أنها تدمير لعقول الصغار المتعلمين وتبعدهم ويتم إبعادهم عن ثقافة حب العراق، وتدخل في المناهج التدريسية شعارات طائفية غير مقبولة تؤثر على تعليم الصغار المتعلمين معنى حب العراق وغرس قيم ومبادئ حب البلد في عقول الصغار المتعلمين، لأنهم سينشؤون على محبة العراق. لذلك مرفوض رفضا قاطعا تحريف مسار المناهج التدريسية عن نطاقها المطلوب ورفع الشعارات الطائفية لأنها قد تحدث تدمير لعقول الصغار المتعلمين وتزرع الكراهية. حال المدارس في العراق أسوأ فهي من الطين وقد تنهار على رؤوس الصغار المتعلمين. لذلك لا نريد حدوث تغيير للمناهج التدريسية. حفظ الله العراق العزيز من كل مكروه وسوء وعاد حقوق الشعب لأهله، وأسأله الله عز وجل أن يقول يفتن الميليشيات الظالمة بالظالمين ويخرج أهلنا العراقيين من بينهم سالمين. مبروك من الإمارات. طبعا قبل أيام تم تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، امتحان لغة إنجليزية، قطعة باللغة الإنجليزية. تصور عزيزي المشاهد شنو القطعة؟ لطمية الباسم الكربلائي، حاطين بصفها صورة باسم الكربلائي، والقطعة بالإنجليزي هي لطمية باسم الكربلائي، حاطين أسئلة تعال جاوب من ضمن القطعة. يعني بدل ما كنا إحنا من ندرس يجيبون أحد مسرحيات شكسبير مثلا، ميرشنت أوف فينيس، يجيبون كيبس، هاي القصص اللي كنا ناخذها، هذه المناهج الراقية، لطمية الباسم الكربلائي وحاطين صورته. يعني هاي هم ما صايرة، حاطين صورته باللغة الإنجليزية، قطعة للطمية الباسم الكربلائي وتعال جاوب على أسئلة من داخل القطعة. شوف وين وصلنا بالتعليم إلى في العراق بعد العام 2003 بسبب هذه الأحزاب الطائفية اللي تعتاش على الطائفية بلسانهم. دائما نذكر إحنا بهاء العرج يقول إحنا صرنا وما زلنا نعتاش على الطائفية، هاي تجارتنا ونزدهر بيها. نأخذ هذا الفاصل القصير أعزائي المشاهدين ونرجع لكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو عمر من السليمانية. تفضل ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا هلا بك. والله حقيقي البارحه انا تحدثت شوي ذميتهم، لكن اليوم امدح لهم. بالعكس هم وصلوا مثل ما يقول طائفتهم الى ارقى مراحل العلوم التطبيقيه والانسانيه. اكو اعظم من هذه العلوم بالصحه وبالتعليم وبالزراعه وبالصناعه، يعني اكو شيء ما مارسوه. لكن هذول تقول لك يا دكتور عمر، هذول وصلوا الى مرحله يعني هل ضحك على عقول الناس واستهزاء بهم، يعني العتب ترى مو عليهم استاذ عمر. نعم. العتب اللي يصدق بهم انه هؤلاء جايين بيبنون دوله وامبراطوريه عظيمه، زين بعد 1425 سنه من سقوط تلك الامبراطوريه التي كانوا يعتاشون عليها، زين انا اعرف هذول العيب مو بهم استاذ، العيب اللي يكون وراهم واللي يحمل السلاح
ويطلع بالتلفزيون يتحدث عنهم ويدافع عنهم. انت ذكرت بهاي العرجي استاذ قبل كم يوم، بهاي العرجي طلع بهاي العرجي كان يلوم ايران. نعم كان يلوم ايران يحكي عن ايران، مع العلم هو لولا ايران لما كان وصل هالمرحله اللي وصل لها هو. نعم. من الاموال والمليارات، بحيث يا استاذ عمر يعني وصلت وين امواله هو؟ عبر 8 مليارات. نعم. زين ابو عمر، ابو عمر اريد رايك. نعم. يعني انت برايك هذا تغيير المناهج الدراسيه بشكل مستمر وجعلها صعبه على الطالب، خاصه الطالب المرحله الابتدائيه، وهذا الصرف على طباعه مناهج جديده فيها اخطاء، يعني المسائل الرياضيه لا تحل لان هي اصلا غلط ووضعيها للطلاب الابتدائيه، هذه حتى يعني تحدث بها مختصين يقول لك هذه المسائل فقط تاتي لطلاب في كليه التربيه قسم الرياضيات او قسم او كليه الهندسه. برايك هذا التعمد مع ارتفاع نسبه الاميه، مع قله المدارس، مع تدني التعليم، ليش هذا التغيير المستمر بالمناهج؟ يقول لك اكو قسم يتحدث على مزاج المسؤول، قسم يقول لك تدخل الاحزاب يعني حتى تكون المناهج طائفيه وتابعه الى مذهب معين، انت رايك شنو؟ شو تشوف؟ والله يا استاذ العزيز عندنا مثل يقول المفلس في القافلة أمين، قالوا شنو الحجة مالته؟ قالوا يا أبو مو مفلس هو. فهذول شنو المثل؟ بالله ما سمعنا أبو عمر، ما تعيد لنا إياه؟ يقول أكو مثل يقول المفلس في القافلة أمين. نعم. قالوا له ليش أنت مفلس؟ ليش أنت أمين بالقافلة؟ قال يا بالي الحجة مالتي مفلس. قسما بالله العظيم يا دكتور عمر، قسما بالله هم يرمون كل أوراقهم هذه الطائفية. وهذا يعني بس يجون يحرقوه حرق من اوراقي يخلصون من هذا حتى يثبتون يكون على شيء واحد، لانه يعرفون انه امريكا جاده معهم في تدميرهم وحرقهم. فتشوف يحررون هؤلاء اجلكم الله جبلاء، ما يقدرون يواجهون امريكا وجه بوجه، يروحون يحررون شيعه البحرين وشيعه السعوديه والخليج والكويت وغير مكان، يحررون على شعوبهم على حكامهم، ما يقدرون يسوون شيء. نعم. ما عاد كل هذا ما يتحرك، متى واحد امريكا تدور على حجة تنصر روحه؟ فكيف دول راح يقول هذا؟ نشوف المناهج التعليميه مالتهم، يعني انت ايش مستفاد من هذا العلم اللي راح تسويه؟ يعني انت ما بتقدر تسيطر عليهم الان، هم الان في الوقت الضايع يا استاذ عمر يغيرون، يعني شو تريد تتعلم انت الطفل؟ انت الطفل شو تريد تعلم؟ اذا انت المناهج الرياضيه بالرياضيات غلط، يعني اذا ما يستحي لم تستحي فاصنع ما شئت، فهم ما يستحون. هذول الدجالين بمعنى الكلمه دمروا هذا البلد من الناحيه العلميه، من الناحيه الصحيه، من الناحيه الزراعيه الصناعيه، هي بقت على المدارس الطاقه. يعني اذا يطلع يقول لك 5+5 احنا عندنا قانون يساوي 10، اذا هو قال الدجال مالتهم قال يساوي 20، لازم احنا نصدق العالم. تصدق يا استاذ العالم، تصدق العالم كثير من الاشياء صدقت من هذول العالم 15 سنه تنفض وراهم ما حصلت من عندهم كل خير. نعم. شيء سوى الظرف. الو. نعم اسمعك ابو عمر. زين استاذ العزيز. نعم. الله يخليك، احنا 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 العيب مو بهذول، العيب مو بهذول، العيب بحدنا. اكو ناس مصدقه بيهم، يعني احنا نجي ندافع على مظاهرات اهل البصره بيطلعون قسم قليل، عدد قليل يا سلام بيطلعوا مو مثل قبل، لكن ليش سكتوا البقيه؟ ليش المحافظات الجنوبيه البقيه سكتوا؟ نعم. هل خافوا؟ هل خافوا؟ هل احد من اقنعهم بانه لا يجوز الخروج على الامام حتى وان كان دجال؟ نعم. حتى وان كان كذاب ما يصير، ما يدخل الجنه الى هالدرجه وصلت يا شيعه. اكو ناس كانوا يلومون اهل السنه، كانوا يلومون يعني ابو عمر مثل هذا واحد من عدم نجم الدين السماوي اللي هو من اهل البصره يتجاوزون عليه، يقول اطلعوا هذا. زين انت ما تحكي على جماعتك من اول مره رضيهم، انت تصفوا اموركم، حرروا نفسكم. نعم. احنا حاضرين. أنا اشكرك اشكرك ابو عمر من السليمانيه كان معنا. رساله على الواتساب يقول فيها اخي هناك من الشعب يعلم علم اليقين بأن إيران
تسير الطبقة السياسية هم يقولون، وكذلك المرجعية، وإلا ماذا نفسر كل هذا الدمار والسرقات؟ والمرجعية فقط تتكلم بالألغاز، كل الشعوب مرجعيتها الوطن، بس في العراق هناك من يعبد الأصنام. وأضاف بأنه أضاف في رسالة أخرى يقول: ألف تحية للأخ محمد جاسم من البصرة، هذا الصوت الحر أخي عمر، الوطنية وحب الوطن ما ينباع بالسوق، الله يعطيها للأحرار، تحية للرافدين. طبعا بالمناسبة أعزائي المشاهدين، هناك تقرير سابق يتحدث بأنه كل دورة انتخابية في العراق يتم فيها تغيير المناهج الدراسية بسبب تغير الوزير ورؤساء لجان المناهج في داخل الوزارة. طبعا التغييرات يعني بالمرتبة الأولى كما ذكرنا تشمل المواد التربية الإسلامية والتاريخ والمناهج العلمية، كذلك كما أشرنا من الرياضيات والعلوم والفيزياء واللغة الإنجليزية، ما يعني طباعة كتب جديدة تكلف الدولة موازنة كبيرة، وإدراج معلومات مختلفة بالكامل تلقي بثقلها على أستاذ المادة والطالب وكذلك أولياء الأمور. طبعا العام الدراسي العام وهذه السنة كما أشرنا شاهد تغير كبير في المناهج الدراسية، وصفها مشرفون تربويون ومعلمون بأنها زائدة عن الحاجة. فقط للتذكير أعزائي المشاهدين في الختام، يعني المؤسسة التربوية العراقية منذ العهد الملكي، منذ تأسيس الدولة العراقية 1921، يعني كانت وزارة المعارف في ذلك الوقت المسؤولة عن إدارة القطاع التربوي في العراق، ولغاية 2003 استمر هذا الوضع بشيء يعني تغير جدا طفيف، وضع مناهج ذات طابع مدني بعيد عن الخطاب الديني والطائفي، حتى بمواضيع التاريخ كان يراعي التعدد المذهبي والقومي في العراق، إلا أنه بعد العام 2003 تغير الوضع في المناهج الدراسية مع الأسف. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها عن تغير المناهج الدراسية وصعوبة هذه المناهج الدراسية في العراق بعد العام 2003 ولغاية الآن. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.